عمل لنا اليوم رئيس مصلحة الأرصاد الجوية بمطار بيروت ماركو هيبي ليخبرنا عن تفاصيل طقسنا للساعات المقبلة. صباح الخير أستاذ مارك. صباح النور، يعطيكم ألف عافية. وأنت كمان تفضل. لكن إذا منروح مباشرة على النشرة رح نشوف بالحالة العامة إنه في عنا طقس مستقر كان عم بيسيطر باليومين الماضيين، ومبدئيا اعتبارا من الليلة متوقع انه تبلش تتغير هالمعادله لنوصل الى طقس غير مستقر. فمن اعتبارا من ليل الجمعه السبت رح نكون مع اجواء بتبلش تصير مهيئه لتساقط امطار، مع امطار متوقعه خلال يوم السبت. في ثلوج كمان ولا بس امطار على ال بالوقت الحاضر الثلوج مرتفعه بعدها كثير عاليه، فما في شيء يذكر. اكيد المناطق اوكي الجبليه نظرا للحراره الموجوده فيها هيدا رح يؤدي لثلوج، بس بعدنا عم نحكي على مناطق مرتفعة، يعني اوكي 1400 متر، 1500 متر وما فوق. نعم صحيح. هلا لمزيد من التفاصيل سريعا رح نروح لنتشارك سوا عرض بالخرائط يلي بتأمل انه تمشي اليوم بيناتنا. مشي الحال. عظيم جدا. فإذا هلا يلي عم نشوفه قدامنا، بلشنا نشوف شيء تغير ولا بعد؟ لأنه راح نشوف هلأ صورة عم نشوف فيها كتل باللون الأزرق إذا بلشت توصل. أي عم نشوفها. عظيم. هيدي الكتل هي كتل هوائية باردة مرقة فوق المنطقة، فوق الحوض الشرقي للمتوسط. بنشوف إنه في كتلة زرقاء موجودة جنوبا على مصر، وكتلة تانية بعدها موجودة على تركيا شمال لبنان. الكتلة الجنوبية ما راح يكون لها تأثير كبير، ولكن هالامتداد بيناتهم راح يعبر فوق لبنان، وهذا رح يساهم بأنه نهار الجمعة مساء تكون أجواءنا مهيئة لتساقط الأمطار يلي قد تكون بعدها خفيفة بالبداية. ننتقل ليوم السبت، بنشوف أنه هالكتلة الباردة امتدت وصار مركزها الأبرد فوق لبنان. هذا رح يخلي طقسنا يكون غائم إجمالا يوم السبت، مع انخفاض في درجات الحرارة الضباب على المرتفعات، ورح تتساقط أمطار خفيفة متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من ظهر السبت وما بعد. نعم. وقد يرافقها البرق والرعد ببعض الأوقات والثلوج مثل ما تفضلتي وسألتوني قبل شوي، اعتبارا من 1400 أو 1500 متر وما فوق. ولكن هذا رح يكون عامل عابر وسريع، لأنه رح نشوف أنه ليوم الأحد الكتلة بتتجه شرقا، فبسرعة رح تزيح عن لبنان وتأثيرها رح يخف. فنوصل يوم الأحد إلى سماء غائمة جزئيا مع ضباب محلي رح يكون على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة. نروح أكثر عم نشوف شوي الأمطار كيف متوقعة توصل لعنا. هيدا صباح السبت بنشوف إنه الأمطار موجودة بأغلبها على البحر، ولكن قريبة على شواطئنا. يوم السبت ظهرا بنكون صارت الأمطار علينا، خلال فترة بعد الظهر بنشوف إنه بتقرب شرقا وبتتجه صوب الجنوب اكثر. هذا رح يؤدي الى انه الامطار تستمر بالجنوب اكثر من الشمال بالفتره الزمنيه، لا تنتهي باتجاهها جنوبا اكثر وتنحسر نزولا صوب البحر الاحمر. بالنسبه للامطار فاذا عم نشوف انه يوم الجمعه ما في عنا امطار، السبت في عنا بعض الامطار، استراحه للاحد، ولكن في احتمال لأمطار خفيفة ليلة الاثنين إلى صباح الثلاثة. إجمالا قد تكون أمطار خفيفة أو قد لا تكون حتى، إلى أنه يرجع عنا يتجدد لقاء مع الأمطار اعتبارا من يوم الأربعاء فالخميس والجمعة. أما بالنسبة إلى درجات الحرارة عنا شبه استقرار، تغيرات صغيرة، انخفاض بسيط يوم السبت بترجع ترتفع شوي الأحد، ولكن اللقاء مع الانخفاض الملحوظ اكثر رح يكون يوم الخميس من الاربعاء للخميس والجمعه اللي جايين. كيف رح تتوزع اليوم درجات الحراره بمختلف المناطق؟ على الساحل درجات الحراره رح تتراوح ما بين 10 درجات و 20 درجه بالحد الاقصى. بالمناطق الجبليه من 6 درجات الى 16 درجه، اما بالبقاع من 4 درجات الى 16 درجه. ومع هاي الدرجات نحن بلشنا نسير على المعدل لهي الفترة من السنة، أو قد نتجاوز المعدل بشيء بسيط. نعم. من حيث الأمطار بالنسبة إلى منطقة بيروت السنة هاي صار متساقط 509 ملم،
يعني في عندنا تأخير 99 مليمتر عن المعدل العام لتاريخ مثل اليوم. أما بالنسبة للبقاع بزحلة مثلا، السنة هيدي كمان صار متساقط، عم نشوف قدامنا 581 مليمتر بتأخير 34 مليمتر عن المعدل العام لمثل هيدا اليوم. نعم بالنسبة لباقي العناصر من حيث اتجاه الرياح، اتجاه الرياح اليوم رح يكون شمالي غربي إجمالا ضعيف، عم تتراوح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، ولكن يتوقع أنه تنشط بكرة بفترة الأمطار. الرطوبة النسبية عم تتراوح بين 40 و70، بترتفع مساء اليوم، والانقشاع عم بيكون جيد إجمالا، يسوق محليا على المرتفعات اعتبارا من مساء اليوم. البحر منخفض إلى متوسط ارتفاع الموج، يعني عم يتراوح بين المتر والمتر ونص. حرارة سطح المي هي 18 درجة. الضغط الجوي عم بيسجل 1013 هكتو باسكال أو ما يوازي 760 مليمتر زئبق. شروق الشمس على الساعة 6:22 دقيقة صباحا، أما الغروب فبعد الظهر على الساعة 5:22 دقيقة. وهيك بنوصل لختام نشاطنا لليوم، بنرجع للاستوديو وعلى أمل اللقاء بنهار تاني يا رب. إذا الله بريد، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. ماركو هيبي، رئيس مصلحة الأرصاد الجوية.